نيجي لبرج العقرب. غالبا الجانب الجنسي عند برج العقرب عالي جدا، وده اللي بيخلي عواطفه دايما مشحونه ناحيه شريكه. برج العقرب ما بيحبش ابدا ان انت تجيب مكانه حد في اي حاجه، حتى لو كانت الحاجه دي هو خلاص ما بقاش عايزها. غالبا الناس برج العقرب ما بتخافش من الضلمه والجن والعفاريت والكلام ده. برج العقرب بيكره جدا الناس اللي مش اذكياء. ممكن يكون عنده شغف انه يقرب لك، واول ما يكتشف انك مش ذكي يبعد عنك ويدور على غيرك. برج العقرب مش واضح ابدا، وغالبا اول حاجه هتشوفها منه مش هي دي طبعه الحقيقي. برج العقرب بيحب السفر، بس سفر العقل اهم بكتير عنده من سفر الجسد. بيسافر بعقله وبخياله في كل مكان تتوقعه. برج العقرب غالبا بيكون هو القائد، ما بيقدرش ان هو يكون تابع لحد. العقرب مش بيثق في اي حد، بس بيثق في الشخص اللي بيحس انه فاهمه، بس برضه من غير ما يكشف له كل اوراقه. برج العقرب برج عاطفي، بس دايما بيدافع عن احساسه وعواطفه دي بعقله. مش هتعرف ابدا ان انت تفلت من عقاب برج العقرب لو لعبت عليه في حاجه. برج العقرب للاسف مش برج حيادي طول الوقت، يعني وارد بنسبه كبيره ان تلاقيه متحيز جدا لاراء معينه في دماغه وما بيغيرهاش حتى لو كانت الافكار دي غلط. العقرب افكار واضحه بالنسبه له، ومش دايما بيحس ان افكاره دي مشوشه. برج العقرب صريح جدا مع نفسه، وما بيعرفش يضحك على نفسه في حاجه. برج العقرب من الناس الاكثر عرضه لان هم يكونوا مصابين باضطراب نفسي اسمه جنون العظمه. ما نقدرش نحدد سن معين نقول فيه ان برج العقرب نضج او كبر. ممكن نضجه ده يجي بدري وهو شاب صغير، وممكن نضجه ده يجي متاخر وهو راجل عجوز. برج العقرب بيتحول لبركان لو حس ان هو مش مسيطر على اللي بيدور حواليه. العقرب برج مستقل جدا مع نفسه، وبيحب يعمل الحاجة بطريقته هو الخاصة، ما بيشبهش حد أو مش شبه حد. الطريقة اللي ممكن يهرب بيها برج العقرب من إن هو يعبر عن مشاعره هو إنه بيسخر من مشاعره ويحطها لك كده في صورة نكتة. برج العقرب كلامه مش كتير، بس غالبا هتلاقيه بيقول لك جملتين جواهم كل الكلام. برج العقرب لو أنت محتاج له أكيد هتلاقيه، وغالبا مش هتهرب منك. ما بيحبش أبدا المجاملات، ولا بيحب الناس اللي بتكبر المشاكل الصغيرة، وبيبعد عنهم تماما. اهم حاجة بيحتاجها برج العقرب في الحب هو انه يحس ان اللي معاه بيحبه اكتر ما هو بيحبه. نادر جدا ان برج العقرب يكلمك على اموره المادية او فلوسه او ممتلكاته. لو ليك صاحب برج العقرب فغالبا هتكون سمعت منه الجملة دي: انا مش محتاج ان اتعلم حاجة من حد. لو خيرت العقرب ما بين الحرية والارتباط هتلاقيه بيفضل الحرية عن الارتباط، وفي نفس الوقت هو دايما مستعد ان هو يرتبط. العقرب ما يخونش الا في حالة واحدة، لو حس ان هو هيتخان فهيخونك قبل ما تخونه. برج العقرب من الناس اللي ممكن تكتب رسالة حب لحد وبعدين تقطعها من غير ما تبعتها. العقرب لما بيجي يتكلم عن الامور اللي بتوجعه او تألمه ممكن بعدها يدمر الدنيا، لدرجة انه ممكن يرتكب جريمة مع الشخص اللي سبب له الالم ده. صعب ان برج العقرب يكون موظف ومتأيد بمواعيد في شغله، غالبا بيشتغل شغل حر او بيعمل بيزنس خاص بيه.